بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. أولا شكرا جزيلا لكل جمهور النادي الأهلي اللي كان موجود في المدرجات النهاردة، جمهور عظيم، جمهور يستحق كل الاحترام، يستحق كل حاجة حلوة في الدنيا. يعني بيني وبين حضراتكم الواحد لما بيطلع بيطلع عشان خاطر الجمهور فقط، ما بيطلعش عشان خاطر حاجة تانية. اسم النادي الأهلي طبعا قبل أي شيء، وجمهور النادي الأهلي الحقيقة، لأن جمهور النادي الأهلي النهاردة كان في كلامي مع بعض المشجعين للنادي الأهلي، كانوا يعني بيتكلموا معايا عن حلقة يوم الجمعة اللي طلعنا فيها، وبيقولوا لي أنت كان عندك بعد المباراة، يعني بيقولوا لي أنت كان عندك حق، وإن إن إحنا كان لازم نبقى في ظهر نادينا. وزي ما قلت لحضراتكم يوميها إن جمهور الحسن النية ده هو جمهور النادي الأهلي، لكن لما كنت بتكلم عن جمهور السيء النية ده كان جمهور بعض من لا يشجع النادي الأهلي يعني. لكن في النهاية أنا ما عنديش أي مشكلة طالما جمهور النادي الأهلي مبسوط وسعيد النهاردة، إذن كل حاجة حلوة، كل حاجة هتفضل حلوة، لأنه الجمهور هو الحاجة الوحيدة اللي في المنظومة الرياضية ما بيعملش أي حاجة إلا أنه هو بيحب ناديه، بيدفع من جيبه، هو العنصر النبيل في هذه المنظومة الكبيرة جدا اللي حضراتكم شايفينها. هو مش مستفيد خالص غير حاجة واحدة بس، فرحته بناديه أو بلعبته أو بإدارته أن هم يكسبوا، مش مستفيد أي حاجة تانية، أي حاجة تانية مش مستفيدها. من امبارح عرفنا أن التذاكر على موقع تذكرتي كلها نفذت امبارح في مباراة اليوم. النهاردة شفنا إيه اللي حصل في هذه المباراة، الجمهور وصل رسالته بمنتهى الأدب، بمنتهى الاحترام، بمنتهى زعلان من اللعيبة وصل رسالته، زعلان من الجهاز الفني وصل رسالته، زعلان من الإدارة وصل رسالته، زعلان من كل الناس وصل رسالته بمنتهى الاحترام. هو ده جمهور النادي الأهلي، وهو ده الفارق الكبير ما بين جمهور النادي الأهلي وأي حد تاني. الأهلي كيان كبير جدا جدا جدا، وكان للجمهور رسالة واضحة كل الناس شافتها، لو تقدروا تجيبوها لنا على الشاشات يا ريت يا شباب تحطوها لنا، وهي ترسيخ مبادئ النادي الأهلي أهم من البطولات، وده مبدأ كل من ينتمي للنادي الأهلي على مر العصور. بالمناسبة كل جمهور النادي الأهلي اتكلم في هذا الأمر، أهو زي ما حضراتكم شايفين من ملعب المباراة رسالة جمهور النادي الأهلي للجميع، للجميع ترسيخ المبادئ أهم من البطولات. ولكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله دائما ما يظل جمهور النادي الأهلي واقف في ظهر إدارته، واقف في ظهر لاعبيه، واقف في ظهر جهازه الفني. النهاردة شفتوا تحية الجمهور، هذا الجمهور الرائع اللي بنرفع له كلنا القبعة، شكرا جزيلا ليك يا جمهور النادي الأهلي، لأن أنت النهاردة الأداء اللي في العشر دقايق جبنا فيه جونين ده هو ده الاداء اللي احنا كنا مستنيينه. بالمناسبه مقبول جدا الاداء النهارده، محدش يقول لي برضو انت بتطبل، محدش يقول يا جماعه الكلام ده من فضلكم، لانه الكلام ده غير حقيقي، غير حقيقي. هنفضل في ظهر نادينا، وهنفضل في ظهر لعيبتنا، وهنساند لعيبتنا لغايه ان شاء الله ما ربنا يكرمنا وناخد الدوري. ما عنديش اي مشكله ان فريق تاني يكسب، الفريق الزمالك يكسب، بيراميدز يكسب، اكسبه، ما عنديش مشكله، ولكن يظل دائما النادي الاهلي فوق جميع كل الناس، مش اي حد، فجميع اهل ابنائه يعني. يعني اقصد انه في النهايه اللي عايز يكسب يكسب، انا هفضل في ظهر ناديه، هو ده هو ده، انا بعمل كده عشان خاطر الجمهور ده، هو ده الجمهور حسن النيه، اللي عايز اللي زعلان من اللعيبه بس بيوصل لهم رساله تحفيز، مش بعض المندسين اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي. برضو بعض المندسين اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي وقاعدين ورا الكيبوردز وبيتكلموا كلام غير صحيح بالمره، وطلعنا قلنا لحضراتكم الكلام ده كل يوم الجمعه. انا ما برجعش في كلامي في حاجه ابدا ابدا، لانه هذه هي الحقيقه وبالمستندات وبالشواهد. اللي حصل يوم الجمعه ده ناس حصلت ان هي زعلانه كتيره جدا، ولكن همها الاول والاخير ايه؟ النادي الاهلي ولاعيبته، وان النادي الاهلي يكسب، مش همها حاجة تانية، مش همها تهد المعبد، لأن مفيش حد من جمهور النادي الأهلي عايز يهد معبد، استحالة. كل اللي بيتكلموا دول وجبنا أكاونتات فيك موجودة وتابعة لناس معينة، وحنوري الناس هيحصل فيهم إيه الفترة اللي جاية، وعشان تعرفوا إن دول مش أهلاوية فعلا، بيشجعوا نادي تاني خالص، هم دول الجمهور السيء النية اللي أنا كنت بتكلم عنه. الناس اللي مش حاسه وما تعرفش قيمه النادي الاهلي. لكن
الشباب اللي كان موجود النهارده وصل رسالته بمنتهى الاحترام، بمنتهى الادب، بمنتهى الاخلاق. احنا زعلانين منكم في كذا وفي كذا وفي كذا. اللي عندنا الاخلاق اهم من البطولات، وده حصل زي ما حضراتكم شايفين، مش فارق معانا اي حاجه. وعلى الرغم من كده كسبنا، وكسبنا في مباراه انا بشوفها مباراه صعبه جدا جدا جدا، مباراه الجونه، واللي جاي اصعب واصعب، وهنفضل في ظهركم وهنفضل ورا لاعيبتنا. ما عنديش مشكله، اللي عايز ينتقد ينتقد، طالما من جمهور النادي الاهلي يبقى بينتقد باحترام ونقده فوق دماغي من فوق. لكن انا عارف الناس اللي داخله، او بوصل للناس اللي داخله تشتم وتعمل وتشتم في لعيبه عشان يهدوا المعبد، ودول ما بيشجعوش النادي الاهلي. اللي انا بتكلم عليهم دول ما بيشجعوش النادي الاهلي، بعض من لا يشجع النادي الاهلي. النادي الاهلي تقريبا بياخد كل حاجه، افريقيا، كاس، دوري، بتاع كل حاجه النادي الاهلي بياخدها، الحمد لله والشكر لله، كرم من عند ربنا، وبسبب جمهور كبير ورائع واقف ورا ظهر لاعبته في اي وقت، في الحلوه والمره، في الحلوه والمره. النهارده جمهور النادي الاهلي بالكامل بالكامل، مفيش واحد ما شجعش جمهور النادي الاهلي، مفيش واحد ما سقفش لاعيبه النادي الاهلي طول ال 90 دقيقه. بالمناسبه احنا دخل الجون الاولاني اعتقد في الدقيقه 75 او 74، 70 حاجه كده يعني، لغايه الدقيقه 70 ما حدش قال كلمه خارجه من جمهور النادي الاهلي، كل جمهور النادي الاهلي وقف مع لعيبته وشجع لعيبته لغايه لما رامي ربيعه جاب الجون الاول. وخلي بال حضراتكم، وده كان مضمون حلقه يوم الجمعه، ان انا عايز حضراتكم كلنا نقف مع بعض علشان الفتره اللي جايه فتره صعبه. نقف مع النادي الاهلي، كلنا نقف في ظهر النادي الاهلي. وبالفعل معظم الناس استجابت لهذا الامر، لانه اللي شفناه النهارده حتى لو 2500 مشجع، ده ان دل فبيدل على احترام ووعي جمهور النادي الاهلي، لان ده بيمثل جمهور النادي الاهلي. رسائلهم وصلت ووصلت، وانا متاكد ان هي وصلت للاعبين وجهاز فني واداره ومنظومه رياضيه وكل حاجه. لكن الجمهور ده همه دلوقتي حاجه واحده فقط، حاجه واحده فقط، ان هو النادي الاهلي يكسب ان شاء الله الدوري. لكن هل لو لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله حصل اي حاجه ثانيه، هنهد المعبد؟ مفيش بقى هد المعبد، خلاص ادينا عرفنا ان هناك البعض من سيئي النيه بيتدخلوا، ومن بعض من هم بعض من لا يشجع النادي الاهلي داخلين علشان يهدوا المعبد. يهدوا المعبد ازاي؟ وقع النادي الاهلي، اخبط في الكابتن خطيب، اخبط في حسام غالي، اخبط في سيد عبد الحفيظ، اخبط كابتن سيد عبد الحفيظ، اخبط في كابتن حسام غالي، اخبط في قناه النادي، اخبط في هنا، اخبط في هنا، علشان الدنيا كلها تقع. لكن عمر ده ما هيحصل، لان احنا عارفين جمهورنا كويس، وعارفين قد ايه جمهورنا جمهور واعي ويعلم تماما تماما من يحب النادي الاهلي ومن لا يحب النادي الاهلي. طيب هل ده معناه ان مفيش اخطاء؟ يبقى انا يعني فعلا ابقى هنا بطبل، مليون في الميه في اخطاء، مليون في الميه في اخطاء. ولكن وقلنا يعني دايما في اخطاء، ودايما بنناقش مع حضراتكم، ولكن مش ده وقت النقاش. حاليا مش وقت النقاش، وقت النقاش يوم 30 اغسطس ان شاء الله نهايه الموسم. تعودنا كده، انا اسف ان انا بقول هذا الكلام، ولكن هو ده الكلام الواقعي واللي هيحصل. يعني لو النادي الاهلي تعاقد، لو انا بفترض تعاقد مع صفقه، هينفع اعلن لحضراتكم دلوقتي الصفقه اللي تعاقد معاها النادي الاهلي؟ الصفقه دي هتلعب في الدوري مثلا؟ مش هتلعب. مش والصفقه دي حضراتكم مش هتنفع النادي الاهلي غير بعد يوم 30 اغسطس، بعد يوم 30 اغسطس. لكن العمل لا يتوقف داخل النادي الاهلي من بعد خساره الكاس وغيره، ومن بعد كل حاجه، وخلال الفتره اللي فاتت وقبله. الحقيقه الناس حست باخطاء، حست ان في اخطاء طبعا، وبالتالي يجب ان يتم علاجها. ما هو انا ماشي كويس، خدت كل البطولات اللي في طريقي، وبعدين وقع مني بطولتين اللي فاتوا، فاكيد يبقى في حاجه غلط. الحاجه الغلط دي، وزي ما انا قلت، ما حدش لعيب في العالم، وانا بتحدى للمره المليون على الهواء مباشره، ان حد يجيب لي ان لعيب في العالم، في العالم كله لعب 75 مباراه في الموسم الواحد. احنا لعبنا 150 مباراه ما بين دولي ومحلي وافريقي، لان هي اللعيبه اللي لعبت منتخبات. ف 75 مباراه ليه ان شاء الله؟ عشان ايه؟ مش هقدر اديكوا حد يعني. اتمنى من كل قلبي ان اللعيبه كلها تكمل السنه على خير، لكن
باللي احنا شايفينه ده موضوع صعب، لكن هنفضل في ظهركم، هنفضل واقفين معاكم، هنفضل في ظهر لعيبتنا يعني، وهنفضل واقفين ورا لعيبتنا علشان نشوف اللعيبه الجديده اللي عايزين نشوفها، ناخد الدوري تاني ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. لكن انا اسف هسيب النقطه دي دلوقتي وهرجع اروح لنقطه تانية ونقطه مهمه جدا. وبعدين بقى يا جماعه في موضوع لجنه الحكام ده، وبعدين انا مش كسبت النهارده 2-0، ولكن انا ليا ضرب جزاء واضحه وصريحه يا جماعه بالعقل كده. هاتها سمير لو ينفع، واحد بالكتف ضربني في ظهري من هنا، هل دي ما تبقاش دفع؟ ده مش كتف قانوني يا فندم. الكتف القانوني لما يبقى كتف في كتف. اي حاجه تانية اللي لعب في الشارع، اللي لعب في الشارع عارف ان دي دفعه. لما واحد يبقى الكره جايه لي وانا بستلمها وبلف بيها وواحد ضربها في ظهري، ده اسمه دفع يؤدي الى مخالفه. ده اسمه يا فندم دفع يؤدي الى مخالفه. وحسبتها على صلاح محسن في نفس المباراه. طب الفار فين يا جماعه؟ انا مش فاهم. بس هو الفار قال له روح بص عليه. والله العظيم ثلاثة يا جماعة، ده اسمه دفع يؤدي إلى مخالفة. طالما المخالفة داخل ال 18 فبالتالي المخالفة يجب أن يتم احتسابها ركلة جزاء. والله أقسم بالله يا كابتن إبراهيم نور الدين، ضرب الجزاء، ضرب الجزاء يا كابتن إبراهيم. يعني مش أنا اللي بقول الكلام ده، أنا كلمت كل الحكام صغيرين وكبار شغالين ومش شغالين، قالوا لي يا كابتن إسلام مش محتاجة تبص عليها أساسا، مش محتاجة أبص عليها أساسا، هي ركلة جزاء واضحة وصريحة. هي ركلة جزاء واضحة وصريحة. عموما أنا هستنى، كلها 5 أيام ويبدأ عقد كلاتنبرج مع اتحاد كرة القدم، ويكون خلص بقى مهمته في اليونان ومتفرغ لتطوير التحكيم المصري. لانه بالمنظر ده انا متاكد ان احنا لا قدر الله لا قدر الله هنخسر الدوري بسبب الحكام. محدش يزعل مني بهذا. انت كسبت 2-0، كسبت 2-0، ولكن هي الكره دي لو ركله وممكن تضيع، ممكن تضيع، بس لو سمحت اديها لي، احسب لي ركله جزاء مظبوطه. ولما اتكلمنا من فتره كده على الاجهاد اهي، بص دي حضرتك، بص دي بالظبط هي هي، برافو عليك يا سمير، بالظبط هي هي. هتهالي تاني، هتهالي تاني على اقرب اهو. بص يا فندم، هي ولا مش هي؟ هي ولا مش هي يا كابتن ابراهيم؟ يا كابتن ابراهيم، هي ولا مش هي يا كابتن ابراهيم؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. حرام عليكم، حرام عليكم. يعني أنا نفسي، كان نفسي الحقيقة إن كلاتنبرج يكون موجود عشان يقدر يعرض لنا هو الكابتن إبراهيم قال إيه لحكم الفار في الوقت ده، أو حكم الفار قال إيه للكابتن إبراهيم في الوقت ده. لكن بالمنظر ده، ما أنا عندي ماتش يوم الأربعاء، ممكن تجي لي كرة زي دي أكسب بيها، بس ممكن، ممكن ممكن تحسب لي ركلة جزاء، ممكن تخش وممكن ما تخشش، لكن نسبة إن هي ركلة الجزاء تدخل هدف 50%، يبقى أنا عندي 50%، يبقى أنت حرمتني من 50%. حرام عليكم، حرام عليكم يا كابتن ابراهيم، حرام، حرام اللي بيحصل. عايز يعني عايزين، عايز تخسر النادي الاهلي؟ مش بالشكل ده. لو احنا وحشين ونستحق الخساره، مصر كلها بما فيها قناه الاهلي طلعت وقالت ان الزمالك يستحق ان هو يفوز في مباراه الكاس. محدش قال غير كده، محد. ليه؟ لان احنا كنا وحشين الشوط الاول ونستحق. ما كانش في ركله جزاء، ولا كان فيها فاول، ولا كان في بتاع، ولا كان في اي حاجه، فما اتكلمناش، ما حدش قدر يتكلم. لكن يا كابتن ابراهيم انا كسبان 2-0 وبتكلم، يعني انا بجد حاولت ان انا ابص الناحيه الثانيه، بس مش قادر، مش قادر يا فندم. ان انا يعني مش عارف اعمل ايه يا كابتن ابراهيم، ومش عارف اقول لك ايه. والله انا بحب كابتن ابراهيم نور الدين جدا، وعلاقتي بيه كويسه جدا، لكن وبعدين هنفضل نتظلم من الحكام لغايه امتى؟ طب انا كسبت النهارده، لكن
ما احسبش يعني ليه ما بقاش كسبان 3؟ ليه ما بقاش كسبان 1-0 من الاول؟ والتحكيم مخسرني بالمناسبه نقط من اول الموسم ومخسرني دوري السنه اللي فاتت. مش عارف الواحد يعمل ايه والله. يعني الناس بتبقى بتقول لي ان انت بتضغط على الحكام. انا ما بضغطش والله على الحكام. طب حضرتك لو شفت، حضرتك ما بتشجعش الاهلي وشفت الكره دي، هتحسبها ضربه جزاء ولا مش هتحسبها ضربه جزاء؟ لو انت شخص عادل يعني، لو انت شخص عادل هتحسبها ركله جزاء ولا مش هتحسبها ركله جزاء؟ وحد يقول لي، حد يفهمني. لانه مثلا اللي شاف لقطه النهارده واحنا بنتكلم برضو، اللي شاف لقطه اصابه عمرو السوليه النهارده يشوف قد ايه الاجهاد مؤثر على عمرو بشكل كبير جدا جدا. هل ده معناه ان عمرو لعيب وحش؟ لا طبعا، عمرو لعيب كويس جدا، واحد من افضل اللاعبين في هذا المكان في مصر وفي افريقيا. ولكن هو راجل تعبان، 75 مباراه على الاقل بالنسبه لعمرو، 75 مباراه تقريبا ما بيريحش. عمرو السوليه مره قال لي، والله يا كابتن قال لي كده، قال لي والله انا ما بلحق اشوف بناتي. والله قال لي انا ما بلحقش اشوف مراتي وبناتي، وما بلحقش، باجي من النادي اخش على المنتخب، باجي من المنتخب اخش على النادي. قلت له ده قدرك يا عمرو ان انت بتلعب باسم النادي الاهلي، وقدرك ان انت بتلعب في باسم مصر، فلازم تكسب مع النادي الاهلي ولازم تكسب باسم مصر. هنعمل ايه؟ ما هو لازم نقف في ظهر اللعيبه دي. ما ينفعش يا جماعه نقعد نخبط 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 نخبط. يعني اديك اهو شفتوا وسمعتوا الاخبار المتداوله اللي بتقول ان الكابتن كان موجود مع اللعيبه وعمل وخلى وسوى. لكن احنا كلنا في ظهر لعيبتنا، كلنا واقفين مع لعيبتنا، كلنا هنفضل في ظهركم. حتى الراجل اللي لسه ما يعني لا نعرفه ولا يعرفنا، روي فيتوريا، هقول لحضراتكم دلوقتي حالا روي فيتوريا قال ايه. من اهم ملاحظاته على مباراه اهلي وزمالك، قال ايه بقى روي فيتوريا؟ قال لك ان اللعيبه دي يا جماعه مجهده بشكل غير طبيعي. يعني واضحه يا جماعه لاي حد، مش محتاجه اثبات. يعني مش محتاجه ان انا اقعد يقول لك ايه، اصل اسلام الشاطر بيطلع في قناه الاهلي يقعد يطبل للعيبه ويقول ان اللعيبه دي بقى لها سنتين ولا ثلاث سنين ما ريحتش. يا جماعه مش محتاجه، هو فيتوريا برضو بيكون بيطبل للعيبه. يعني الواحد مش عارف يقول ايه اكتر من الـ من الـ من الكلام اللي الواحد بيسمعه ده، لانه كلام مهم يعني كلام مهم جدا 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 في هذا الامر. حاجه تانية برضو عايز اتكلم معاكم فيها، لانه في الاول وفي الاخر احنا كل اللي يهمنا ايه؟ اسم النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد هذه البطوله، وربنا يكرمنا ونكسب هذه البطوله وهو بطوله الدوري ان شاء الله على قد ما نقدر، بحيث ان احنا نفضل في ظهر لاعبتنا ونفضل مع لاعبتنا، علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب هذه البطوله. مش عارف الواحد يقول ايه اكتر من كده، لكن الاجهاد واضح جدا على لاعيبه النادي الاهلي، الاجهاد غير طبيعي على لاعيبه النادي الاهلي. 150 مباراه في سنتين، اعتقد ان ده عدد كبير جدا ومهول جدا، علشان في النهايه اجي اقول لحضراتكم شوفوا منظر عمرو السوليه. مش في الكره دي، كان نفسي تشوفوا عمرو السوليه في بدايه المباراه شكله عامل ازاي. ربنا يكرمنا ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية، ونفضل كلنا في ظهر بعض، ونفضل كلنا مع بعض، لان القادم دائما ان شاء الله افضل وافضل بكتير. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نقرا اخبارنا، اخبار البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني برضو خلينا نقرا اخبارنا النهارده ونتابع كل الاخبار اللي بتحصل. النهارده كان في ممر الشرفي، الممر الشرفي ده اللي هو عامل مشكله للجميع الحقيقه، لكن في النهايه خلينا نشوف ممر شرفي للشناوي قبل مباراه الاهلي والجونه. شهدت مباراه الاهلي والجونه اللي اقيمت في استاد الاهلي والسلام النهارده ضمن منافسات الجوله ال 26 في بطولة الدوري الممتاز إقامة ممر شرفي لمحمد الشناوي كابتن الفريق بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.
في الاختيارات التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مؤخرا، وحرص لاعبو الأهلي والجونة على الاحتفاء بالشناوي من خلال عمل ممر شرفي له قبل الانطلاق المباراة، وحرصوا على تحية الحارس الدولي. الحقيقة محمد الشناوي من أكتر اللاعبين اللي تعرضوا لانتقادات مستحقة بالمناسبة. يعني إيه مستحقة؟ يعني الشناوي نفسه عارف إن هو في الفترة السابقة مستواه ما بين صعود وينزل شوية، ينزل شوية يقعد له ماتشين ثلاثة وحش، وبعدين يطلع خمس ست ماتشات كويس، وبعدين ينزل. الشناوي الحقيقة هو عارف الكلام ده كويس، يعني هو محمد نفسه عارف الكلام ده كويس وبيحاول يركز أكتر في تمرينه. يعني هو لما تيجي تتكلم معاه يقول لك إيه؟ يقول لك أنا بحاول أركز أكتر في تمريني، أنا عايز أسعد الجمهور النادي الأهلي ده بكل الطرق، بكل الطرق، أنا مش عايز أغلط، مش عايز أعمل حاجة غلط، لكن مفيش حد كامل يا جماعة. محمد الشناوي تعرض برضه لفترة صعبة جدا جدا جدا، 150 مباراة، 150 مباراة. ما هو محمد الشناوي من ضمن اللاعبين اللي بيلعبوا دايما مع منتخب مصر، وبالتالي خلينا واقفين في ظهر الشناوي. يستحق افضل لاعب في افريقيا داخل القاره، يستحق ان احنا نحتفل بيه. الاحتفال ده الحقيقه ما خدش حقه خالص، لانه كان يوم مباراه الاهلي والزمالك، لكن من حقه كان وحش، ماشي يا سيدي كان وحش وكل حاجه، ولكن احنا عندنا افضل لاعب من داخل افريقيا هو محمد الشناوي. ده مش اختياري ولا اختيار فلان ولا اختيار علان ولا اختيار ترتان، ده اختيار الكاف، الاتحاد الافريقي لكره القدم. وبالتالي لازم نقف في ظهر بعض، لازم نقف في ظهر الشناوي، لازم نشوف الشناوي بيعمل ايه. هيتمرن اكتر، هيتمرن، هيركز في تمرينه اكتر، هيعمل استشفاء اكتر خلال الفتره اللي جايه. يحتاج الى الراحه، يحتاج الى الراحه. طب هيعملها ازاي الراحه دي؟ الحقيقه انا ما مش عارف اقول لكم ايه. يعني زي ما حضراتكم شايفين كل يومين او كل ثلاث ايام مباراه بيحصل فيها حاجه بتخلي الدنيا تتلخبط. الله يكون في عون اللاعبين الحقيقه، الله يكون في عون اللاعبين. زي ما قلت لحضراتكم وكل شويه هقول لحضراتكم هذا الامر، 150 مباراه، 150 مباراه. يعني وخد بال حضرتك ان هو خامس مره يتوج لاعب من النادي الاهلي بهذا الامر، بالجائزه دي. عندك بركات، عندك ابو تريكه اربع مرات، ودلوقتي الشناوي. ف ثلاث لاعبين، ولكن كلهم يستحقوا الاحترام، كلهم يستحقوا كل شيء جيد. لاعبتنا على اعلى مستوى. زي ما قلت لحضراتكم، انا اسف كل شويه ان انا بكرر، الاجهاد بياخد وبيدي من اللاعب، بياخد من اللعيب جامد جدا جدا. الشناوي لما وقع النهارده في الماتش يعني كله حط ايده على قلبه، كل الناس حطت ايديها على قلبها. فربنا يكرمه وربنا يكرم بقيه اللاعبين خلال الشهر ونص اللي جايين دول. هنفضل دايما في ظهركم، هنفضل واقفين معاكم، عارفين قد ايه انتم مجهدين، عارفين قد ايه انتوا بتحبوا جمهور النادي الاهلي، ولكن في نفس الوقت عايزين نشوف افضل حاجه منكم خلال الفتره اللي جايه. لانه ان انت تخسر لا قدر الله الدوري مشكله كبيره، تبقى خسرت دوري وكاس ودوري وكاس، هتبقى صعبه بالنسبه لنا. مش جمهور الاهلي اللي يستحمل الكلام ده. جمهور الاهلي متعود ان هو دايما يكسب. جمهور الاهلي عارف او متعود ان هو دايما يكسب في اي وقت، في اي وقت. حتى لو احنا تعبانين. كابتن محمد شوقي بيقترب من الاستمرار في جهاز روي فيتوريا. اقترب محمد شوقي مدرب عام المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من الاستمرار في الجهاز الجديد للفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا. من المقرر أن يحسم اتحاد كرة القدم قراره النهائي في اجتماع هذا الأسبوع. وفي تصريحات لعبد الستار صبري نجم منتخب مصر وبنفيكا البرتغالي السابق انه فيتوريا هيعقد جلسه معاه بعد ما يرجع من البرتغال لبحث انضمامه للجهاز المعاون.
يعني أبستار اسم كبير جدا في عالم كرة القدم المصرية، محمد شوقي اسم كبير جدا في عالم كرة القدم المصرية، وخد خبرة وتعامل مع جهازين أو ثلاث أجهزة فنية مع كابتن حسام البدري أعتقد على ما أتذكر. لا ما كانش مع كابتن حسام أعتقد، أعتقد لا كان سيد معوض اللي مع كابتن حسام بدري، كان مع كيروش وكابتن إيهاب جلال ومستر كارلوس كيروش، وكان مع المنتخب الأولمبي مع كابتن شوقي غريب، وبالتالي اشتغل في ثلاث أجهزة. كابتن عبد الستار صبري برضو اشتغل كذا مرة مع أجهزة الناشئين والشباب، فبالتالي كل واحد له خبرته، كل واحد له اسم كبير جدا. مين اللي هيختار؟ إن شاء الله اتحاد كرة القدم هيختار خلال الأيام القادمة من سيكون المدرب العام لمنتخبنا أو المدرب المساعد لمنتخبنا الوطني. وكمان أعتقد هيحسم موضوع مدير المنتخب اللي أنا اتكلمت فيه مع حضراتكم قبل كده، من خلال هل سيكون الأستاذ محمد خالد غرابة ولا هيكون حد تاني، مش عارفين لسه حتى هذه اللحظة. اتقال بعض الكلام إن لا هيتشال هذا المنصب من المنتخب تماما، ولكن اتقال بعد كده لا إن احنا هنشغل حد، بس مين محدش عارف حتى هذه اللحظة. مستر روي فيتوريا بيطلب تقريرا شاملا عن لاعبي منتخبات الشباب والناشئين. طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول تقريرا شاملا عن جميع لاعبي منتخبات المراحل السنية المختلفة. وتولى فيتوريا طبعا رسميا قيادة المنتخب قبل أن يسافر إلى البرتغال على أن يعود بداية أغسطس المقبل لبدء مهام عمله، وينتظر المدير الفني لمنتخب مصر خلال الأيام المقبلة جميع المعلومات المتعلقة بلاعبي منتخبات المراحل السنية المختلفة وفي مقدمتها منتخبي الشباب والناشئين، ومركز أكتر على 2003. أيضا كابتن رضا شحاتة مديرا فنيا للداخلية في الممتاز، تعاقد نادي الداخلية الصاعد حديثا للدوري الممتاز بشكل رسمي مع رضا شحاتة المدير الفني السابق لفريق الجونة، وذلك خلفا للكابتن سيد عيد الذي رحل عن الفريق العسكري بعدما تحقق حلم الصعود. كل التوفيق للكابتن رضا شحاتة، واحد من المميزين اللي اسمه دايما بيكون موجود مع منتخب مصر او مع الأندية المختلفة سواء الجونة او غيرها. برضو قبل ما انتهي انا لسه بسأل الشباب النهاردة على مواعيد مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز خلال الايام القادمة، ففوجئت لقيت ان الاهلي هيلعب يوم الاربعاء، واعتقد الزمالك وبيراميدز هيلعبوا الخميس. اصححوا لي يا شباب، البيراميدز كمان هيلعب الخميس الساعة 9؟ صححوا لي يا شباب الموضوع ده. وبيراميدز يعني هو ليه الاهلي هيلعب الاربع؟ انا مش عارف، شوفوا لي بيراميدز يا جماعه، ليه الاهلي وبيراميدز هيلعبوا الاربع والزمالك هيلعب الخميس؟ مش فاهم يعني، الفرق كلها لعبه لحد النهارده، الاهلي لعب الساعه 6:30، يعني الزمالك لعب الساعه 9 النهارده، انا بتكلم على مباريات النهارده، الاهلي وبيراميدز لعبوا الساعه 6:30 في نفس اليوم، الزمالك النهارده لعب مع سموحه الساعه 9 بالليل. طيب الاهلي هيلعب يوم الاربع مع المقصه الساعه 9 بالليل، ليه الزمالك يلعب الخميس؟ في 24 ساعه فرق، ممكن يكون في حاجه او يعني لها غرض معين، لو تقدروا تتصلوا لنا بالحاج عامر حسين يقول لنا هذا الامر يا شباب يبقى كويس جدا. هل ان الزمالك بيلعب الخميس لسبب معين يعني، ولا لان المفروض ان الثلاث فرق دول بيتنافسوا، فالثلاث فرق دول يلعبوا في مواعيد على الاقل في يوم واحد. شوفوا لنا الموضوع ده يا شباب، ونرجع بعد الفاصل ان شاء الله نقول لحضراتكم ايه اللي حصل في هذا الامر. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل اثنين من ضيوفنا الكبار، النجم الكبير الكابتن عادل طعيمة والنجم الكبير الكابتن ماهر همام، هيتكلموا معانا فنيا بقى في اللي بيحصل خلال هذه الفتره، وفنيا في كل تفاصيل ما يخص النادي الاهلي. بعد الفاصل كابتن عادل طعيمة وكابتن ماهر همام.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار في هذه الفقره. النجم الكبير الكابتن عادل طعيم، ازيك يا كابتن عادل؟ كابتن اسلام مشرف ومنور. نورك يا كابتن. ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر همام، مشرف ومنور. اهلا كابتن اسلام، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ كله تمام يا رب. كابتن عادل، خليني ابدا مع حضرتك النهارده برؤيتك لمباراه الجونه. جونه النهارده، وليه الشوط الاول طلع بدون اهداف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا بعد الماتشين اللي فاتوا كان حصل ضغط كبير على اللاعبين، وفي لاعبين بشر بيتاثروا بالهجوم، وفي ناس بتبقى نوعيه اخرى مجهده، نوعيه اخرى ما كانتش بتاخد ماتشات، فنتيجه برضو انه كل 3 ايام ماتش زي ما انت شايف كده. طبعا انت بتلعب النهارده يوم الاربعاء، يوم السبت الفرق المنافسه هتبص تلاقي بياخد اسبوع او 10 ايام عشان مزبوط. يلعب الماتش اللي بعديه، فهي مجموعه مشاكل بعد انتصارات عديده. يعني انت عندك انتصارات عديده جدا، وبعدين الماتشين اللي فاتوا كان هناك فعلا، ولازم نعترف ده، كان هناك بعض اللاعبين في حته كده يعني عدم ثقه او الروح القتاليه ما كانتش موجوده. النهارده الراجل غير طريقه اللعب ولعب بثلاثه اربعه ثلاثه، امن شويه من تحت، لعب رامي وعبد المنعم وياسر. أيوة. وبعدين ادى انطلاقات لكريم. طب مبدئيا يا كابتن عادل، هل كان مقبول ان هو يلعب بثلاثه في الخلف النهارده في مباراه الجونه؟ يعني الجونه بيتعرض للهبوط وعنده مشاكل، فالمفروض ان هو يلعب بثلاثه. ممكن تكون وجهه نظر ان هو يقفل بثلاثه خط واحد ويطير الباكين. ما هو المفروض كان هو عامل حسابه على كده، بحيث ان هو درس فريق الجونه وعارف ان هو بيلعب براس حربه، خالد قمر، وفي اثنين على الاطراف. اوكي. اظن كريم، وفي ولد تاني الشبراوي. اسلام محارب. واسلام محارب، الاثنين كان حتى الاخ طلعت يوسف كان بيلعب بالاثنين على كريم. يعني كريم فؤاد. كريم فؤاد. أوكي. بيخلي الكور الثابته لو ضربه مرمى عند عماد الجول بتاع الجونه، هتبص تلاقي لو سمير يعد لنا حتى لو لقطه واحده. أوكي. كل الكور الثابته هتبص تلاقي الاثنين واقفين مع كريم. يعني مش يعني بحيث ان هو الكره تتلعب لهم، بحيث ان هو يستطيع ان هو يخترق من الجنب ده. وده اللي حصل في ماتش الزمالك. احنا ما قرناش تيم الزمالك كويس، لان الاطراف بتاعتنا كانت بحاله سيئه، وبالتالي قدروا ان هم يستغلوا الحته ديت. اوكي. النهارده انت بتقول ما قدرناش الشوط الاولاني ان احنا نجيب اهداف. نتيجه انه الجونه من اول دقيقه تقريبا بيلعب بالعشره جوه ال 18 في الثلث. في ثلث ملعبه ما بيتحركش. وبعدين حرط على الاطراف اثنين ثلاثه، وبعدين حته العمق كان هناك عندنا قصور شويه. عمليه علي معلول لما بيزيد للاسف الشديد، عبد القادر برضه مش عايز يطلع القرار اللي هو باستمرار موجود عنده، وهو ان الكره تجيله ولازم يرقص ولازم يبقى في بطء. فطبعا الجبهه دي كنا مركزين جدا عليها. الجنب اليمين ما كانش فيه مسانده. أوكي. مع كريم كان المفروض مع كريم نستغل، يبقى هجمه من هنا وهجمه من هنا. الشوط الاول برضه ما زلنا في الشوط الاول. اوكي. الشوط الثاني ابتديت توازن ما بين يمين وشمال. وبعدين حتى بعد نزول هاني بقى الهجمات من هنا ومن هنا، وابتدت الخطوره تبقى من الجنبين. عندنا مشكلة في عمليات، ودي عايزة تمرين، والراجل مش هيقدر يمرن دلوقتي. طبعا. العمليات الاختراق والمندفع من الخلف. اوكي. عايزة تدريب ودقة متناهية وتفاهم. اوكي. الكلام ده يتعمل امتى؟ يعني انا لما اكون انا عمرو السولية معايا الكورة واخدتها من رامي، بلعب لحسام وبكمل، المفروض ان يبقى في جملة بتتلعب مثلا لعبد القادر، عبد القادر يروح لاعبها لعمرو. فاهم؟ يعني بتتلعب ثلاث لمسات بيبقى هو الجول. الحاجات دي محتاجه تكرار في التمرين، بحيث ان انا والكره وهي بتتلعب من رامي على طول بتبقى الكره وهي بتتحرك. دي طبعا من بعض الحاجات. دي ركله جزاء يا كابتن؟
يعني اي اي آه. اي طفل صغير يعني واضحه جدا ضرب الجزاء وهو شايفها على فكره. وبعدين عصبي جدا ما اعرفش عصبي ليه انا ما اعرفش كابتن ابراهيم عصبي جدا وبعدين ما اعرفش الكابتن ابراهيم ماله ومال النادي الاهلي انا مش عارف ده في بنالتي تاني بس للاسف حتى في التحليل بتاع الماتش بتاعنا النهارده في كوره اتعملت اظن كورنر او فاول او حاجه زي او فاول واتلعبت والكل طلع عليها فوق لو سمير يقدر يجيبها لنا يبقى كتر خيره اظن ياسر او حد بيشوط والراجل حط رجليه في وهو بيشوط ودي بنالتي ما فيهاش نقاش قبل البنالتي اللي اتحسب في قبلها بكوره كوره واحده ثانيه الكوره اتلعبت فوق طلعوا الاثنين وهي نازله مش عارف مين اللي كان عندنا بيلعبها أوكي. فبيشوط وهو بيشوط الراجل راح حاطط وش الجزمه في رجليه الجزار على حسام يا ريت سمير يشوفها نعم فالراجل مش قادر ان هو يعمل تدريبه بحيث ان هو يقدر لان دي محتاجه تركيز ومحتاجه تمرين ومحتاجه تكرار ومحتاجه تفاهم ومحتاجه تثبيت تشكيل فنتيجه الاصابات بيبقى في نوع على باستمرار انت ما انتش قادر انك انت النهارده عمرو السوليه بيتعور طب هيخش مكانه ان شاء الله ديانج يكون كويس فعمليه تثبيت التشكيل بحيث ان انا الجمله اللي هعملها من الاختراق من العمق او من المندفع من الخلف او الكرات اللي هي العرضيه وبتتلعب لواحد دي محتاجه باستمرار محتاجه ثقه محتاجه رؤيه محتاجه هدوء ايوه لما بوصل للخط زي ما انت كنت بتعمله زمان انا بوصل للمرحله الاخرانيه من الثلث الاخراني الهجومي بتاعي ما استعجلش وبعدين يا كابتن في حاجه في الكوره وبقولها لحمدي فتحي في حاجه اسمها تمويه في حاجه اسمها خداع في كوره بالشمال الشوط الثاني حمدي فتحي شاطها بالشمال اوكي يا سلام يا فتحي بقى ودي رساله ببعتها لك يعني يا ريت يا فتحي وانت بتشوط بالشمال لو انت لميتها وخدت الراجل والراجل كان هيترقص مليون في المية كانت تقول 100% يعني هو عمل ان هو يشوط بالشمال وشط بالشمال طب يا اخي اعمل خداع شويه يعني وانت بتشوط بالشمال روح رقص وخد الراجل على الكره على رجليه الثابته أيوه. تبقى الجول مفتوح بالنسبه لك ايوه برضو ده الجول انا يعني احتمال تكون اوف سايد احتمال بس يعني مش عارف بصراحه انا يعني برضو انا شايف هو داخل معرفش بصراحه ف ده الشوط الاولاني ده ملخصه ان حتى احنا علي الكرات العرضيه الشوط الاولاني ما كانتش بالدقه المطلوبه ايوه كريم ما كانش فيه مسانده معاه وكان بيلعب عليه اثنين باستمرار وما كانش فيه حد يعني المفروض كان قفشه يبقى بين ما بين الشمال واليمين كان قفشه كل الوقت موجود ناحيه الشمال ما بيروحش ناحيه اليمين اطلاقا وده طبعا خلى الملعب ما فيش توازن في عمليه الهجمات وكان كل التركيز في الجانب الشمال. كابتن ماهر على الجانب الاخر بقى الشوط الثاني شفنا هدفين شفنا اداء مع ان المفروض يعني احنا شايفين ان اللاعبين مجهدين جدا الشوط الثاني يكون الاداء اقل غالبا من الشوط الاول لكن دايما حتى في مباراه الزمالك شفنا هذا الامر. بص يا اسلام عايز اقول لك ان سيناريو المباراه ده يخرج كده الجون يخرج بهذا الشكل النهارده كمان انا بحيي اللعيبه بعد الفترات اللي كانت فيها اخفاق وبعد الضغوطات اللي كانت واقعه على اللعيبه وعلى مجلس الاداره وعلى الجهاز الفني فالنهارده انا بحييهم ليه بقى اسلام ده بياكد لك ان النادي القرن نادي 115 سنه بطولات عنده ثبات انفعالي صبرا بس كل الظروف اللي مروا بيها اللعيبه في الفتره اللي فاتت دي اسلام لو رجع للتاريخ هقول لك وانا لاعب مريت بيها سنه 81 حصل اخفاق في الدور الاولاني نادي الزمالك كان فايتنا ب 11 بونت اوكي 13 او 13 بونت الدور الثاني يا اسلام كسبنا كل المباريات ما عدا مباراه المحل حصل فيها تعادل خدنا الدوري بفرق 8 نقاط عن نادي الزمالك وانا مدرب سنه 96 مع مستر هولمان مريت بنفس الظروف بعد الدور الاولاني النادي الاهلي كان بينه وبين نادي الزمالك 13 بونت حتى كمان يمكن الكابتن ثابت البطل الله يرحمه لما طلع في الميديا واتكلم فقالوا له خلاص يعني الدوري انتهى المنافس التقليدي هو اقرب فقال لهم لا ما زال الدوري في الملعب اوكي وفعلا سبحان الله رحنا الدور الثاني
كسبنا كل الماتشات وفوتنا نادي الزمالك بثمان نقاط. مظبوط. فالنهارده دي الشراره انا حاسسها. النهارده الجونه. انا يعني انا النهارده عارف ان اللعيبه دي هتموت نفسها، انا عارف ان اللعيبه دي هترجع مره ثانيه للحاله الطبيعيه اللي هي بدات من بدايه الموسم عليه. النهارده ما كانش مطلوب اكتر من الجهاز الفني واللاعبين انك انت تكسب ثلاث نقاط، والحمد لله كمان الاداء كمان يا اسلام زي ما انت قلت الشوط الثاني اتحسن بشكل كبير. الناس حست ان في حركه النهارده، في حركه، في انتشار، في جري، في تصويب على المرمى. في جمل تكتيكيه بلعب بثلاثه في خط الظهر، اربعه في نص الملعب، ثلاثه مهاجمين. حتى كور الثابته النهارده قدرنا نستفاد منها. لان فتره الكور الثابته كان بتمثل لنا خطوره جدا، خصوصا مع الماتشات اللي بالشكل ده اسلام، كل الفرق بترجع في ال 30 يارد وبتقفل عليك ثلاث خطوط. فبيبقى صعب جدا انك انت تخترق الدفاعات المكربسه قدام الجول بهذا الشكل. لكن النهارده اللعيبه قدرت الشوط الثاني في هدوء، في نقل كره من تحت، في استحواذ، في جمل تكتيكيه اطراف بدات تشتغل. الجمل الثابته بدانا نشتغل عليها النهارده في تاني واحنا بنلعبها. يعني معلول وبيرفع او قفشه بيرفع الكوره بيحطها في الحته الفعلا المؤثره اللي بين 6 يارده وضربه الجزاء اللي بتبقى فيها صعوبه على حارس المرمى. النهارده رامي من المباراه الجميله لرامي بضربه راس بيسجل لنا هدف في وقت قاتل بالنسبه لنا. بيفتح لنا الجيم. ثم طبعا ضربه الجزاء اللي اتحسبت لمسه يد على مدافع الجونه عشان معلول يسجل الهدف الثاني. عايز اقول لك يا اسلام احنا عندنا ثقه كبيره جدا في لعبتنا. حتى جماهيرنا النهارده انا بحييها من اول المباراه وهم بيهتفوا لاعب لاعب. ومدرب مدرب واداري اداري، يعني حاجه فيها ثقه متبادله بين جماهير النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي. فانا النهارده اقول لعبت النادي الاهلي عندنا فرصه كبيره جدا ان شاء الله لتحقيق الهدف اللي احنا بنسعى ليه، وهو بطوله الدوري العام، البطوله المفضله بالنسبه لنا. واحنا قادرين النهارده، ده المفتاح، ده الشراره، ده الستارت ان شاء الله للمباريات اللي قادمه باذن الله. طيب كابتن عادل، برضو خلينا نروح نقول الاصابات المتتاليه للاعبين خلال هذه الفتره. شفنا اصابه محمد شريف في المباراه السابقه، عمرو السوليه في هذه المباراه، هل ده تاثير الاجهاد من وجهه نظرك؟ طبعا يا كابتن، احنا يعني في حلقات سابقه مع حضرتك وعدينا قلنا السوليه لعب 90 ماتش الموسم اللي مظبوط اللي قبل ده، شريف ده اللي قبله 90 مباراه. وكنا عدينهم يعني. وبعدين اكتر لعيب في العالم مانشستر سيتي الموسم الماضي لعب 64 مباراه. مظبوط. فلما اكون انا الاحتراف عندي بعافيه شويه ولعيب عندي بيلعب دوري وكاس وافريقيا وكاس عالم وكل البطولات دي مع الدوري والكاس وكاس عالم انديه وكل الحاجات دي بيلعبها كلها، فلا بد يحصل نوع من الخلل في جسم البني ادم. يعني هو في طاقه عنده، في اجهزه بتشتغل، الاجهزه اللي بتشتغل دي محتاجه راحه. احنا شفنا محمد صلاح لما ما بياخدش الراحه بتاعته ممكن يتعاقب، لانه عارف ان هو اذا ما خدش الراحه بتاعته مش هيقدر يكمل الموسم بنجاح مع ليفربول وهكذا. كل العالم يبقى فيه شهر كامل بعيد تماما عن اي ممارسه لكره القدم، بحيث ان هو يرجع متشوق للعبه ويبقى عنده الأجهزة كلها خدت فترة الراحة، الجهاز العصبي والعضلي وكل الأجهزة بتاعته تكون خدت فترة الراحة. بيبدأ فترة الإعداد وبعدين بيبتدي المرحلة الجديدة. نتيجة الضغط الثلاث سنوات ضغط متكامل على النادي الأهلي، ما فيش فترة راحة. حتى السنة دي أنت مفروض أفريقيا هنبقى في سبتمبر، أنت تخلص دوري أغسطس، أول أسبوع من سبتمبر هتبتدي تلعب في أفريقيا. يعني حتى اللعيبه بتاعتنا هتمط الموسم، هتكمل الموسم برضو بنفس المنوال، على الرغم ان الدوري ممكن يبدا اعتقد في 1/10 او كده. ف عشان كده بنطلب وباصرار يبقى هناك دعم كامل، وان شاء الله الدعم ده موجود في مجلس الاداره ولجنه التخطيط وشركه الكوره والكابتن محمود، انه يبقى هناك الدعم الكامل. عايزين لعيبه مقاتلين بحيث ان يبقى عندنا الدكه دايما في النادي الاهلي دكه قويه جدا جدا، ولعيبه تتحمل الاصابه. في لعيب الاصابه بتبقى سهله
وفي لعيب يتحمل الاصابه النوعيه ديت احنا محتاجينها علشان تبقى الاداء بتاعنا مؤثر. وبالتالي طول ما احنا عندنا من اللاعبين عندهم الخبرات، وبرضه من ضمن الحاجات اللي دايما بقولها وبكررها وبقولها لاعبتنا، يا اخوانا انتوا بتنافسوا ريال مدريد على افضل الانديه في العالم. تخيل انت بتنافس ريال مدريد طب كاس عالم الانديه، ريال مدريد، برشلونه، النادي الاهلي، ثلاثه برونزيات، اللي فوقيك برشلونه بفضية واحدة ذهبية، وريال مدريد بثلاثة ذهب. نعم. أنت أحسن نادي في العالم، واخد بطولات 140 بطولة. أنت بتوصل للنهائيات 15 بتاخد 10، وفي اثنين يا كابتن ما خدناهمش السنة دي و2017 ماتش العرجون والماتش ده. بنقول للولاد بتوعنا اللي بيلبسوا شعار النادي الأهلي في نادي أنت في حتة تانية خالص. أيوه. أنت بتلبس شعار النادي الأهلي. عايزين ثقة بس خلال هذه الفترة يا كابتن الحقيقة. الكلام اللي أنا بقوله ده يدي ثقة ولا مفضل يا كابتن؟ ده الكلام ده بقول له أنت بتنافس ريال مدريد، أنت عارف يعني إيه ريال مدريد؟ ريال مدريد ده يعني دولة. صح. دولة. ميزانيتها ميزانية دولة. فأنت لما تكون في النادي الأهلي يا أخي لازم أحافظ على نفسي كويس قوي. لازم أنا أتمرن كويس قوي، أنام كويس قوي. ابقى عارف قيمتي وانا بلبس الشعار وانا نازل التمرين، مش نازل المباراه، وانا نازل التمرين تمريني صوره مصغره من المباراه. التمرين ده لازم على اقصى قوه، ولازم يبقى جسمي فيه تحمل. التحمل هيجي منين؟ مع ضغط المباريات ديت. ان انا الفتره اللي انا باخدها فتره راحه، ابقى في البيت واخد فتره الراحه، انام كويس قوي، واسرتي تساعدني ان انا انام كويس قوي، الاكل بتاعي يبقى اكل صحي ومنتظم، واكل على اعلى مستوى من الكفاءه، مع الطبيب اللي موجود بيديني التغذيه المظبوطه، مع النوم الجيد، مع عمليه الارهاق، وانا في السن الشباب الناضج ده 26 27 معظم اعضاء الفرقه فرقتنا في السن ده، ما اسمعش بقى كلمه ارهاق بعد كده، لان احنا في الفتره اللي جايه في عندنا 10 مباريات. ال 10 مباريات دول بالنسبه لنا مباريات كؤوس، ولا بد ان احنا نحصل عليهم ان شاء الله باذن الله تعالى. فالنهارده زي ما قال الكابتن ماهر كانت نقطه بدايه انطلاق قويه جدا، ان انت بعد ماتش الزمالك وكان الاداء اللي ما كانش جيد، النهارده الاداء افضل. الماتش اللي جاي يوم الاربعاء اعتقد لابد يبقى افضل وافضل، ونتغلب على الاصابات، وان شاء الله الخير جاي باذن الله تعالى. كابتن ماهر، هل العوده لطريقه 3 4 3 اثبتت فعالياتها في مباراه الجونه ممكن تقلل من موضوع الاجهاد ده شويه؟ بص يا اسلام، هو واضح طبعا ان في دماغه حاجه، مستر ريكاردو جاي وعنده استراتيجيه وطريقه لعب هو يعني بيفكر فيها. انا شايف انه جرأه منه انه يبدا بيها النهارده، جرأه، والحمد لله. 4 مين يعني احنا حسينا خلال ال 90 دقيقه ان الطريقه دي ممكن تناسبنا بشكل كبير. ايوه. حته انك انت 3 ورا وبعدين بتطير الباكين مع مسانده من جناحين. ايوه. لان دي من ضمن المميزات اللي احنا بنتفوق بيها يا اسلام. ايوه. اطراف الملعب في شغل المجاميع في الربط، ثم العمق. النهارده على فترات يمكن كانت الكفه بتاعت معلول اكتر في مزبوط. التوازن من الكفه بتاعت كريم. لكن طبعا مع استمراريه اللعب والمباريات هتبدا التجانس، زي ما كابتن عادل قال، التجانس والحفظ بالنسبه للعيبه خلال تنفيذ الواجبات الهجوميه او الدفاعيه. انا شايف ان هتيجي خلال الفتره اللي جايه. النهارده في تحركات، يعني النهارده حسام حسن تحس انه بردك مهاجم متحرك. يعني بيهرب من المدافعين، بينزل بيروح بيساند، بيجيد العاب الهواء. كل الكلام ده هيجي من ثبات التشكيل والثقه اللي احنا قلنا كنا محتاجين نفتح بس النهارده بثلاث نقاط عشان الثقه اللي جايه تبدا اللي جاي بقى اللي جايه. فانا شايف ان هو لا تناسبنا بشكل كبير، وان اللعيبه هتقدر تهدم هذه الطريقه، خصوصا ان هم لعيبه دوليين يا اسلام. اي طريقه لعب خد بالك الطرق بتتغير، يعني ممكن ابدا باربعه بثلاثة أربعة ثلاثة، وبعدين ممكن أقلب في وسط السكة 4-2-3-1، ممكن أقلب 4-4-2. لعيبة دوليين، أي طريقة لعب هتطلب منهم
هيقدروا ينفذوها، واحنا عندنا من اللعيبه المميزه اللي تقدر تخدم الراجل في هذه الطريقه. احنا بس كان بينقصنا الفتره اللي فاتت زي ما قلنا روح الفانيلا، حته الحميه بتاعت لعيبه النادي الاهلي، الاصرار، الالتحام القوي، المبادره. في اول ربع ساعه كنا متعودين ان احنا بنضغط على الخصم اسلام بجيب جول، بنقدر بعد كده بناخد ثقه ونقدر نفتح الجيم. عايزين نرجع للحاجات دي. وانا شايف مع مستر ريكاردو في جراه من كلامه حتى في قبل المباراه وكلامه بعد المباراه، بيتكلم بثقه، بيقول ان الفتره اللي جايه دي ان شاء الله اتفرجوا على فريق النادي الاهلي، اتفرجوا على الاداء خلال الفتره اللي جايه. انا معايا افضل لعيبه موجوده في افريقيا، عندي ثقه كبيره جدا في لعبتنا. فواضح قوي ان في ثقه متبادله بين الجهاز الفني واللاعبين. كمان سامي قمصان وسيد عبد الحفيظ ليهم دور كبير جدا ان هم مع الراجل في خلال الفتره ديت يا اسلام، بيحاولوا يحطوا الراجل في كل الحاجات الاداريه اللي سيد بيقوم بيها، الحاجات الفنيه اللي سامي بيساعد بيها الراجل، نظام طرق اللعب، ممكن نلعب بالطريقه دي، ممكن نلعب بالطريقه دي، ممكن نودي قفشه ناحيه اليمين، ممكن نوديه فترات نرجعه مكانه تاني، بيرجع مكانه تاني. الحاجات دي كلها سامي موجود مع الراجل بيسانده بشكل كبير. الراجل طبعا ذكي، بيذاكر الفتره ديت فريق النادي الاهلي بشكل كبير. هو انا شايف من المباراه دي هتدينا ثقه كلنا، من المباراه دي الطريقه اللي هو اختارها اللي هي 3-4-3 انا شايف انها هتبقى طريقه باذن الله جيده جدا للنادي الاهلي خلال المباريات القادمه. طيب هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم مع كباتننا كيف يمكن مواجهه الارهاق، احنا الارهاق خلال الفتره القادمه، احنا لسه قدامنا شهر ونص، هنعمل فيهم ايه الشهر ونص دول؟ هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كابتن عادل، حضرتك كنت عايز تتكلم على جزئيه 3 4 3 دي قبل ما نتكلم عن جزئيه الارهاق. انا عجبني كيف يمكن يعني يستكمل بقيه الدوري لغايه، لسه احنا لسه قدامنا لغايه 30/8 على ما اتذكر، فاضل 10 ماتشات. فاضل 10 ماتشات، في ال 10 ماتشات دول هيعمل ايه؟ طب هو اللي عجبني في الراجل من ساعه ما جه بيبتدي، اولا بدا بالتشكيل الرئيسي بعد ما كان هناك يعني وجهه نظر من الاخ سامي انه يلعب يريح ناس وكده، هو الراجل عايز يشوف اللعيبه ماتش كاس مصر اللي هو بتروجيت. اللي عجبني في الراجل النهارده انه في عنده مرونه في عمليه التكتيك، فبيلعب بثلاثه الشوط الاولاني علشان عارف ان المرتدات ممكن يبقى فيها مشكله، ف كان مقفلها كويس قوي. ايوه الشوط الثاني لو حضرتك تفتكر وكابتن ماهر يفتكر، لعب ايمن اشرف اشول. مظبوط، ايمن اشرف الشوط الثاني ما بيلعبش سيرد باك، لعب زي باك ليفت وينج ليفت حاجه، ولا وينج ليفت، بيكمل كهاف ديفندر من جوه. طب ومين اللي بيضم ناحيه اليمين؟ ياسر بيلعب في مكانه، ورامي بيخش كانك بتلعب، فكان بيلعب باثنين اربعه اربعه. اوكي، ده لما الكوره بتبقى معاك اول ما بتفتقدها على طول علي بيرجع، كريم بيرجع. ايمن بيرجع، بتلعب خمسه بالخمسه وبعدين خمسه وثلاثه، وبعدين في حسام وفي صلاح محسن. فالمرونه دي الراجل لما لسه ما اشتغلش مع اللعيبه اوكي، وفي نفس الوقت بيدي لهم الحاجات دي نظري مش عملي في الملعب، وبيشوف اللعيب ده بيستوعب ولا لا. لما بقول انا اشرف انت هتلعب هلعب بثلاثه، بس الكره لما تكون معانا انت في الحته دي زيد ويبقى كهاف ديفندر، وزق بقى قفشه وزق الناس اللي قدامك بحيث انك انت تبقى بتلعب، لان تقريبا الجونه الشوط الثاني ما كانش بيهاجم خالص، فيش غير كره اللي غلط فيها رامي والراجل عمل عمليه الانفراد. فعمليه المرونه دي انا بشوف انها انه الراجل عنده فكر اوكي، وكل يوم بياخد يرمي حته بياخد فكره عن اللعيبه اوكي. وبعدين برضو من ضمن الاخطاء اللي احيانا بنقولها سواء منتخب او في اي نادي، انا لما بجيب جهاز مع خمس افراد كل واحد عنده نظام في التحليل ومحللين ومحلل للفرق الاخرى وانا معايا مدرب عام وانا كمدير فني انا على اعلى مستوى وجاي من اوروبا ولا اخر، ما ينفعش انا كمدرب مصري ان انا سواء في المنتخب او في النادي الاهلي او في اي نادي
ما ينفعش انا ان انا اقول له تعمل ايه، امال انا جايبه ليه؟ انما هو ممكن يبقى بيسالني في بعض حاجات انا ما ادلوش راي، انما انا اقول له في الحاجه الفلانيه. الحاجه الثانيه، الجهاز السابق اللي كان موجود قبل كده جهاز موسيماني كان معاه محللين طبعا، المحللين دول مش كانوا عاملين مقطعين لكل لاعب هو عمل ايه في خلال الموسمين اللي فاتوا؟ أوكي. النهارده في فلان الكرات العرضيه في التسديد في الكورنر في كل حاجه احنا بنأديها في الهجمات بنهاجم ازاي، كل الحاجات دي مش كل الحاجات دي مفروض تبقى موجوده في النادي؟ اكيد موجوده طبعا. الجهاز اللي بيجي ده مفروض ان هو مفروض واكيد ده حصل بياخد الحاجه دي ويدرسها. يعني ريكاردو مش هياخد ثلاث ماتشات اللي فاتوا قبل ما يجي أوكي. شاف ثلاث ماتشات بس، ما ينفعش مش ثلاث ماتشات، انا ليل نهار عمال اخد فكره كامله عن كل لاعب. النهارده في رامي في عيب، ايه هو العيب؟ ان الكرات اللي انا بلعبها الطويله من تحت للعكسيه للباك الشمال دايما بتبقى مش مظبوطه، يبقى انا الناس اللي بتشتغل في عمليه التحليل وفي عمليه التدريب يتمرن على الحاجه ديت. وبالتالي انا بشوف انه الراجل عنده المرونه وعنده الوجهة النظر، كل يوم بيشوف اللعيب. النهاردة ما ابتداش بصلاح محسن، صلاح محسن من النوعيات لو تفتكر حضرتك كان دايما في زمان عندنا لعيبة هي بتاعت العشر دقائق في الآخر أوكي. ينزل يبقى مؤثر جدا في العشر دقائق أوكي. ابتديش بيه المباراة، فابتدى ياخد دي برضو وجهات النظر بتاعته، كل يوم أوكي. بيبتدي ياخد فكرة عن تمام. كل لاعب وبيديله الواجبات بتاعته. كابتن ماهر، كيف يمكن ان يستكمل بقى ضغط المباريات؟ ما انت كده كده كل 3 4 ايام مباراه خلال لغايه 30 8 شهر ونص واسبوعين او شهر واسبوع انا اسف. هيستمر كده اسلام؟ ايوه هيستكمل. هو بقى كمدير فني يعمل ايه؟ هو كمدير فني هيمشي على النهج اللي يعني هو النهارده يا كابتن ماهر، انا اسف انا بقطع حضرتك، هو النهارده في المؤتمر الصحفي قال ايه؟ قال ان هو قد يكون هناك اصابات خلال الفتره اللي جايه بسبب ضغط المباريات. روي فيتوريا النهارده تصريح لي لما شاف مباراه الاهلي والزمالك، وهو راجل يعني لسه جاي ما يعني محايد ما فيش حاجه يعني. قال ايه؟ قال واضح جدا جدا على الفريق الاهلي ان هو مجهد تماما. وهو الخوف بس والفرقتين يعني. من الاجهاد ده يا اسلام ان يصيب لنا اللعيبه المؤثره. يعني النهارده طبعا احنا لما نخسر واحد زي محمد شريف في الضمه لمده شهرين او مزق في الخلفيه، فده بردك هيأثر علينا في الجانب الهجومي بشكل طبعًا كبير طبعًا. النهارده بردك اصابه سوليه نتمنى ان شاء الله تكون خفيفه، هتبقى مؤثره جدا بردك. عدم وجود السوليه هيبقى مؤثر بشكل كبير. الخوف على معلول كمان الفتره اللي جايه، خد بالك معلول بردك من ضمن اللعيبه المجهده، لعب مباريات كثيره جدا زي ما احنا قلنا مع منتخب تونس وطبعا مع النادي الاهلي. الشناوي بردك من الحراس، الله يقدر لو حصل حاجه هيبقى مؤثر بشكل كبير. فانت النهارده عندك عناصر اساسيه ربنا يحميها يعني ويحافظ عليها، لكن لو جرى حاجه بتاثر طبعا على شكل واداء النادي الاهلي. الراجل بالنسبه له طبعا يهمه جدا انه يثبت التشكيل، التدوير طبعًا. التدوير هيبقى في حدود، لان بردك ما تقدرش تدور اكتر من 3 4 5 لعيبه في كل مباراه. لان انت لو دورت اكتر من 3 4 5 لعيبه في كل مباراه مش هيدي لك الشكل الاداء الفني الخططي اللي انت عايزه. مهم جدا ثبات التشكيل خلال الفتره. لكن عايز اقول لك يا اسلام، هو بدا يحط ايده تكتيكيا كمان. يعني هو الملاحظات اللي احنا شفناها قبل كده اول ما بدا، وبدا يدون الملاحظات اذا كانت سلبيه في الحاله الدفاعيه، بدا يشتغل على اول حاجه خط الدفاع النادي الاهلي. بدا يشتغل فردي على اطراف الملعب على الباكين. لو معلول مهاجم يبقى الباك اذا كان كريم او هاني هيثبت، وهيحصل ترحيل بالنسبه للثلاثه الاخرين. مزبوط. بدا يربط الاربعه ببعض أوكي. في الميلان والتغطيه. طبعا ده شغل مهم جدا من المدير الفني. بالنسبه لنص الملعب دلوقتي بدا بثلاثه، الثلاثي اقوى ثلاثي نص ملعب موجود في الدوري المصري. أي. اذا كان يانج، اذا كان السولية، اذا كان حمدي فتحي، وفي افريقيا كمان. بعد اصابه طبعا السولية اكيد حيانج هيخش يكمل المشوار. احنا بس يا اسلام الحته القدامانيه بقى، حته الجناحين بالنسبه لنا احنا محتاجين. يعني عبد القادر
برضك من اللعيبه الموهوبه. يعني احنا الجمله اللي شفناها الجول اللي جابه عبد القادر اللي اتحسب اوف سايد، انا شايف ان ده دي جمله بس انا بشوف ان عبد القادر يا كابتن واخد راي حضراتكم بقى، يعني حضراتكم انتوا الاثنين، يعني عبد القادر ممكن يكون لعيب جامد جدا، مش ممكن يكون هو بالفعل لعيب جامد جدا، محتاج ان هو يقلل من المراوغه شويه يا كابتن مان. اه طبعا طبعا زي ما كابتن عادل قال، هو بس الحته دي لو قلل من المراوغه قاعد يساعد زمايله واخد بالك ليه؟ لان انت في فترات يا اسلام بيبقى في موقف واحد ضد واحد أوكي. هو موهوب جدا في الحته دي وبيقدر يجيب منها جوال بشكل كبير، لكن لما في زياده عدديه عليه المفروض انه يلعب بقى في دبل باص، في ساند، في يخش لجوه يضرب على الوان تو، يخش لجوه يصوب، لازم يبقى في نوع من التنويع في أوكي. الاداء بالنسبه لعبد القادر، وده دور طبعا مستر ريكاردو، لان هو طبعا اللعيب بيغلط المدير الفني دوره انه يصلح، فطبعا اكيد مستر ريكاردو عنده من الجمل وعنده من التريكات اللي يقدر يستفاد منها عبد القادر بشكل كبير. بسرعه برضو في موضوع عبد القادر ده يا كابتن عادل، عبد القادر كان عندنا في القطاع انا كنت ماسك القطاع، وهو محتاج معامله معينه اوكي، فمحتاج شده شويه اوكي، محتاج معامله نفسيه قويه جدا اوكي، بحيث ان انا يطلع لي اقصى ما عنده وباستمرار. احنا كنا شفناه كان ناجح جدا 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 مع احمد سامي وانا احمد سامي من ولادنا، فانا كنت بقول له احمد خد بالك الحاجه الفلانيه، قال لي يا كابتن الحاجه دي انا هحطها في دماغي، وفعلا كان بياخد منه اقصى حاجه نتيجه زي ما بنشوف مثلا في احد الماتشات في مع سيراميك نجم كبير جدا فضل يسخن وما نزلوش الملعب اوكي، فدي محتاجه تعامل معين، انا ما بديش الثقه الكامله وما بدي، ودايما بيبقى هناك حساب وحساب حصير، حتى وانت بتأدي لازم وانت بتأدي يبقى فيه نوع من عدم الانانيه، تفكير في اللعب الجماعي، ودي حاجات مهمه جدا 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 المظهريه، هناك ثواب وعقاب. النهارده لما انا يبقى في كوره انا 90% ممكن اجيبها جول وزميلي 91% العبها لزميلي اوكي، الحته دي محتاجه علاج ومحتاج وقفه قويه جدا، وعبنا ان احنا اما بنطلع اللاعب بتاعنا الناشئ او لسه موجود معانا بنطلعه في السماء، وده غلط، المفروض ان انا لاعب واحده واحده عليه، يعني واحده أوكي. واحده أوكي. وعايز معامله تمام. نفسيه معينه. الحاجه الثانيه برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي الراجل بيحاول ان هو يعملها، لو تفتكر حضرتك النهارده وليد سليمان كان ممكن جدا هو يبدا بيه الشوط الثاني، اعتقد ان الماتش الجاي وليد سليمان هياخد فتره كبيره. النهارده طلع محمد عبد المنعم الشوط الثاني يعني في اعتقد انه بيريحه برضه للماتش اللي جاي، بحيث انه يبقى يعني بيوزع اللعيبه واخده موزع التعب تمام، ده واضح جدا عمليه التدوير يعني في الحته ديت. طيب. برضه ادى علي معلول شاله طلعه ونزل محمود وحيد، فهو هو يعني في الحدود، بحيث ان انا كمان ما افقدش النتيجه وفي نفس الوقت ابقى محافظ على قوام الفرقه أوكي. وفي نفس الوقت بعمل عمليه الراحه والتدوير تمام. هطلع اتفضل في راجل بتاع فسيولوجي جاي الكلام الكابتن عادل قال عليه، اكيد الراجل ده هيبقى ليه دور كبير جدا مع اللعيبه في الجزئيه دي. طيب هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع كابتن عادل وكابتن مهدي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحاج عامر حسين الحقيقه انا اتكلمت معاه في الفاصل وقال لي، رئيس لجنة المسابقات طبعا، قال لي ان الفريق الذي يصل للمباراة النهائية في دوري ابطال افريقيا بغض النظر عن اسم الفريق، الفريق الذي يصل الى نهائي دوري ابطال افريقيا ويلعب كاس عالم بيلعب 9 مباريات زيادة عن اي فريق اخر، وبالتالي الفريق ده يجب ان يتم ضغط مبارياته علشان نقدر نخلص الدوري يوم 30/8. بمعنى ان النادي الاهلي، خلينا نطبقها بقى على الاهلي، النادي الاهلي لعب 9 مباريات اكتر من الزمالك وبيراميدز، وبالتالي النادي الاهلي هتضغط مبارياته عشان يلحق يخلص قبل 30/8، هتضغط مبارياته اكتر من الزمالك وبيراميدز. فانا بقول الرساله اللي قالها الاستاذ عامر حسين،
وان لو اي فريق تاني وصل للمباراه النهائيه كان هيحصل معاه نفس الموضوع كده بالظبط. عشان كده انا لما سالت قلت ليه الاهلي لعب يوم الاربع وليه الزمالك هيلعب الخميس، فهو استاذ عامر حسين رد عليا بهذا الرد. كابتن عادل برضو كنا بنتكلم عن علي معلول واجادته الحقيقه النهارده، او هنتكلم عن علي معلول واجادته النهارده في مباراه الجونه. وجهه نظرك برضو خصوصا بعد الضغط الكبير اللي تعرض ليه علي معلول ومحمد الشناوي واللاعبين الكبار اللي في الفرقه خلال الفتره السابقه، الضغط من بعض الانتقادات التي تطال هؤلاء اللاعبين. ده بيبين معدن اللاعب. معدنه قوي جدا، اي حد كان ممكن جدا يحصل له هبوط شديد ويبقى في نوع من التاثر الشديد، لكن نتيجه الثقه في الله ثم الثقه في نفسه والثقه في النادي اللي هو بيلعب فيه والثقه في الجمهور الكبير اللي هو بيعشقه وبيحبه الى جانب حبه الشديد للنادي الاهلي، ده دي كلها عوامل خلت علي معلول النهارده هو بيلعب في ثبات انفعالي على اعلى مستوى، في ثقه في النفس. شفناه في ضربه الجزاء داخل بيحطها في منتهى الثقه نتيجه الاجهاد، وبرده علي من ضمن الناس اللي لعبت ماتشات كتيره جدا وبرده كان بيلعب مع منتخب تونس الى جانب زي لاعبتنا ما كانت بتلعب في امم افريقيا، كان برضه هو بيلعب تصفيات كاس عالم كان هو بيلعب، فطبعا واخد برضه عدد كبير جدا زي عمرو السوليه. اوكي. النهارده انا بحييه جدا 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 على ادائه المشرف، والنهارده بيثبت لنا قد ايه هذا الرجل على اعلى مستوى من الخبرات ومن حب الانتماء للفانيلا الحمراء. النهارده موت نفسه بيأدي واجباته الدفاعيه والهجوميه على اعلى مستوى، وشفناه قد ايه بيوصل جوه ال 18 وبيحاول ان هو يعمل الجمل، يعني في كره لعبها 1 2 ودخل جوه ال 18 مظبوط وكانت في منتهى الخطوره، وتسبب يمكن في كره ضربه الجزاء لعبها لقفشه وقفشه بيلعبها والراجل خدها بايديه، كان علي معلول بيجري علشان ياخدها من وراه. فطبعا دي نوعيه فعلا من النوعيات اللي بنحيي لجنه التخطيط واداره النادي انها بتجيب نوعيه زي علي معلول. طيب وليد سليمان يا كابتن ماهر، على الرغم من قلة مشاركاته ولكن رأيك في أدائه بقى خلال هذه الفترة؟ وليد يا إسلام يعني نجم فعلا، يعني ولد مخلص جدا جدا للنادي الأهلي. وليد أكتر من 9 سنين يمكن موجود مع النادي الأهلي، يعني وليد من اللعيبة اللي فعلا يعني فحر كده اسمها في تاريخ النادي الاهلي. أيوة. ومنتخب مصر كمان. نعم. واكبر دليل الراجل بتاع المنتخب لما شافه يعني اشاد بيه، يعني سال عليه يعني، فقال له الراجل ده بيبطل، قال بيبطل، ده من اللعيبه المميزه اللي انا شفتها بصراحه في مباراه القمه الاهلي والزمالك. وليد كابتن وله دور كبير جدا اسلام داخل الملعب وخارج الملعب، من اللعيبه المؤثره بشكل كبير جدا، شخصيته قويه، يعني معظم اللعيبه بتحبه. في الازمات اللي بتحصل لفرقه الكوره اول واحد بيقدر يلم اللعيبه هو والشناوي وليد سليمان. وليد لما بينزل بيعمل يعني بيعمل روح للفرقه، حماسه وانطلاقاته واداؤه المتميز، مساندته للاعبته، اختراقاته، محاولته انه يحرز هدف، ده بياكد ان لعيب كبير ولعيب مؤثر بشكل كبير. وانا شايف ان مستر ريكاردو الفتره اللي جايه هيبدا يستعين بيه اكتر من كده. يعني ممكن وليد ياخد شوط، يعني بدايه الشوط الثاني ممكن يبقى ورقه من ضمن الاوراق اللي يدفع بيها مستر ريكاردو في فتح التكتلات الدفاعيه اللي بالشكل ده، في بدايه الهجمه المنظمه، في حاجات الربط على الاطراف، كورسات العرضيه، وجوده في ال 18 كمان ومحاولته احراز الاهداف. فانا شايف يعني وليد مؤثر بشكل كبير جدا، وهتبقى ورقه من ضمن الاوراق اللي يقدر يعتمد عليها مستر ريكاردو في الشوط الثاني بالذات. أيوة. خصوصا لما يبقى الله يقدر النادي الاهلي يعني مش قادر يجيب جول، هتحتاج وليد يقدر يصنع لك الفارق خلال الفتره اللي جايه. فبقول لوليد ربنا يحميك، ليك دور كبير جدا جدا مع اللعيبه داخل الملعب وخارج الملعب، يعني كابتن بيعتمد عليك بشكل كبير جدا. يعني نتمنى الفتره الجايه ان ربنا يحافظ عليه من الاصابات، وهنتفرج على وليد ان شاء الله في المباراه اللي جايه، هيكون مفتاح لعب للنادي الاهلي ومؤثر بشكل كبير جدا في ادائه.
نطلع فاصل اخير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، برضه في خلال هذه الفتره انا بجد ان الناس، هل ممكن اقيم ريكاردو دلوقتي يا كابتن؟ بحقرب يعني قول لنا، هل يمكن ان نقيم ريكاردو دلوقتي ولا لا؟ برضه مع حضرتك لما موسيماني جه ولعب ماتشين ثلاثه مع الوداد ومع امبي لو تفتكر، وكسبنا الماتشين، ومع امبي لما قلت لك ما عدوش نص الملعب، صح، قلت لك امبي فضل شوط 45 دقيقه ما عدوش نص الملعب، صح، اقتناع من اللعيبه واللعيبه مقتنعه بادائه وهو مقتنع بيهم وعنده الثقه فيهم. النهارده مؤشرات اي مدرب بيبقى فيه كده تاتشات كده صغيره، منهم اللي حصلت النهارده تاتشات خفيفه كده بتبين لي ان الراجل ده عنده عنده روح قتاليه عاليه جدا، عنده مرونه. انا ما بحكمش عليه طبعا دلوقتي، لكن انا بصفتي يعني كراجل اشتغلت في المهنه دي فتره طويله، بقول ان الراجل ده عنده من المرونه، عنده من قوه الشخصيه، عنده من انكار الذات، دايما بينسب اي اخفاق لنفسه، بيبعده خالص عن اللعيبه، بيدي لهم ثقه، حتى اللعيبه بيبقى يعني ما بيقديش 100% برضه بيديله الماتش اللي بعديه. طب انا يعني انا ممكن جدا لو في بقى يعني ما فيش المرونه دي ولعيب عمال يغلط، يعني انا لو مدرب ياسر ابراهيم الماتش اللي فات كان ما كانش موفق، النهارده بيديله 90 دقيقه وبيديله في اكتر من مركز، دي معناها ايه؟ معناها يا ياسر انا بثق فيك جدا لانك انت قبل كده عملت ماتشات قويه جدا. التاتشات الصغيره ديت هي مش صغيره، من وجهه نظري كمدرب ان الراجل ده بيدي تاتشات كده سواء على الجانب النفسي او على الجانب التكتيكي. طبعا على الجانب التكتيكي طبعا هو لسه ما بيدربش لسه، زي ما قلنا برضو على موسيماني، واللي احيانا بلاقي ناس بتهاجمه، راجل واخد بطولات كتيره جدا جدا. انا ما اعرفش الراجل ده، في طبعا زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده، هناك كل انسان فينا ليه ايجابيات كتيره جدا طبعا وسلبيات. موسيماني كان ليه سلبيات، كان بيصر على بعض اللاعبين على الرغم من مستواه، طويلة شوية، مما أدى، أنا وجهة نظري يعني، مما أدى إلى ضعف اللياقة البدنية للاعبين اللي ما بيلعبوش كتير. وكان وجهة نظري، ما أعرفش صح ولا غلط. لا صح طبعا، بس هي في حاجة كمان يا كابتن، إحنا كنا بنعملها زمان وإحنا شغالين في النادي الأهلي زمان في القطاع، كان بيبقى دايما في فريق السكن تيم بيتعمل له ماتشات، فأنا يبقى فيه مدرب أنا بخليه حتى لو معايا في الجهاز، أنا بلعب النهارده، بكره الناس اللي ما لعبتش بتعمل ماتش ودي، حتى لو أنا عندي أربع أيام بس، المفروض إن أنا أعمل ماتش ودي، وحتى لو أنا هاخد أجازة، في جهاز جاي شغال معايا، الجهاز يشتغل مع اللعيبة اللي ما لعبتش. دي أبسط حاجة، صح. وبعدين قلنا مع حضرتك أيام ما كنا بنحلل مع بعض، قلنا إن إحنا محتاجين حارس مرمى، قلنا محتاجين كذا، وإحنا محتاجين كذا، وبعدين قلنا محتاجين مع كابتن ماهر، قلنا محتاجين اليوم الكامل. اليوم الكامل مهم جدا، إن أنا أجيب اللعيبة الصبح، والعالم كله بيعمل الكلام ده. أوكي. اليوم الكامل ده من الصبح اللعيبه بتيجي بتقعد مع بعض، التالف والوحده والعيله دي اهم حاجه في الكوره، ان انا بنحبوا بعض ويبقى في انكار ذات وفي الاخوه والعشره الجميله دي بتعمل الترابط. ما اجيش على التمرين وانزل وساعه واروح ابتدي اشوف حالي بقى في بيزنس في ده في ده، لا. اللعيب المحترف اللي انا بديله كنادي بديله مبلغ محترم وهو وده حقه، ما كمان يديني اللي انا محتاجه منه، ان هو يديني اليوم الكامل. اليوم الكامل النهارده اي لعيب ناقصه حاجه انا لازم اديها له واعوضه عليه. انا عارف ومتاكد ووصلتني معلومات ان الراجل بيشتغل مع لعيب لعيب، تخيل بيعلم لعيب لعيب. اوكي. بيديله الوقفه ريكاردو. ريكاردو بيشتغل مع لعيب لعيب. أوكي. انت المفروض تتحرك ازاي، الحته دي المفروض تامن ازاي، هنا الاوفر يتعمل ازاي، بيشتغل مع لعيب لعيب، واعتقد يعني هيبقى مبشر باذن الله الراجل تعالى باذن الله تعالى. طيب كابتن ماهر، سواريز النهارده في المؤتمر الصحفي قال ان هو يتحمل الهزيمه، شجاعه اعتقد منه. ما يعني ثقه المدرب في نفسه وثقه المدرب في المؤسسه اللي هو جاي بيشتغل من خلالها، هو عارف ان المؤسسه دي مؤسسه كبيره قوي، عندها بطولات بتنافس زي ما قلنا ريال مدريد، اقوى فرقه في افريقيا، اقوى فرقه في العالم العربي. ايوه. يعني تحت
اداره مجلس اداره بيرؤسها رئيس نادي له اسمه وتاريخ في افريقيا، احسن لعيب في افريقيا، احسن لعيب في العرب، لجنه تخطيط على اعلى مستوى، جهاز فني جاي عارف ان هو بيشتغل في اكبر مؤسسه، لعيبه من افضل اللعيبه اسلام اللي ممكن تشوفها في خلال هذه الفتره، يعني اكتر من 25 لعيب كلهم لعيبه شخصيا ومهاريا وفنيا ومؤثرين بشكل كبير. كل ديت بتدي ثقه للجهاز الفني، بتدي ثقه لمستر ريكاردو ان القادم افضل بالنسبه له. ما قلقش يعني، طول عمر النادي الاهلي بينجح اي حد. نعم. لكن طبعا في بعض المدربين بتسيب علامه، يعني لو رجعنا بالتاريخ كده اسلام هنلاقي مثلا ايامنا احنا كان مستر ريدوكوتي مثلا 7 سنين من الانجازات، مستر فايسر لما جه من افضل المدربين اللي جم لعبوا بطريقه 3-5-2، فايلر برضك كان من المدربين برضك، موسيماني. وانا شايف ان ريكاردو ده هيبقى فيه تحدي بالنسبه له، وهو الراجل احساسي كده اسلام انه عنده مشروع. مشروع يهمه جدا ان هو خلال الفتره اللي جايه دي ينفذه، مش هيقدر ينفذ المشروع مع النادي الاهلي خلال الضغط اللي احنا بنقول عليه 10 مباريات في خلال شهر ونص، هيبقى صعب جدا ان الراجل ده يطلع كل اللي عنده اللي هو نفسه يحطه في النادي الاهلي او يضيفه للنادي الاهلي. لكن طبعا بعد نهايه الموسم ان شاء الله وربنا يكرمه ويتوجه ببطوله، تاكد ان الراجل ده في فتره اعداد في بدايه افريقيا هتتفرج على حاجه تاني. يعني ده احساسي من خلال هذه الشخصيه، الراجل زي ما كابتن عادل قال راجل حماسي، راجل مستر مانويل جوزيه مرشحه عن ثقه، جاي طبعا هو فتره حرجه جدا وصعبه جدا ان هو بيتولى مهمه بعد راجل كان ناجح وحقق 6 بطولات. اوكي. هو كمان يهمه كمان ان هو ان شاء الله يحقق للنادي الاهلي بطولات ويثبت اقدامه بشكل كبير. انا شايف ان هو بدا يحط ايده تكتيكيا وفنيا زي ما كابتن عادل قال مع الخطوط، اذا كانت فرديه او جماعيه. وده في علم التدريب الحديث يا اسلام بيقول لك انك انت لو 10 دقائق حتى في كل وحده تدريبيه حط ايدك على المشاكل اللي موجوده عليها الفرقه. اوكي. ما تقلقش من موضوع الاستشفاء، اكيد اللعيبه دي حاسه، يعني زي ما احنا قلنا كده روشتة للعيبه انك انت ازاي تحافظ على نفسك، ازاي تاكل كويس، ازاي تنام كويس عشان تساعد نفسك اولا، ثم تساعد الراجل ده ثانيا، ثم تساعد جماهيرك اللي بتعشقك. ايوه. فده نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه دي ان احنا فعلا يعني نبدا نصالح جمهورنا بشكل كبير جدا ان شاء الله. اللعيبه عندها ثقه كبيره جدا في جهازها في مجلسها. عايز اقول لك الاخفاق يا اسلام بيبقى على الكل، والنجاح على الكل، يعني احنا طول عمرنا شغلنا شغل جماعي. صح. يعني مش مجلس الاداره بس اللي بيطلع يقول انا صاحب الانجاز، لا ده مجلس الاداره ولجنه التخطيط كله والجهاز الفني واللاعبين ثم الجماهير. فدي منظومه احنا اتعودنا عليها، فنتمنى الفتره الجايه ان شاء الله ان المنظومه دي تلتحم تاني مع بعض وترجع الثقه اللي انا شايفها اللي بدات من مباراه الجونه وخلال المباراه القادمه ان شاء الله. كابتن عادل كلمات اخيره لو حضرتك حابب توجه اي كلمه للجمهور وللاعبين خلال الفتره والجهاز الفني طبعا الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه احنا عندنا جمهور بيقارب من 90% من جمهور الكوره. مسؤوليه الجهاز الفني واللاعبين انه انتوا بتسعدوا الناس. انا عايز اي حد قريبه في الشارع، اي لعيب ايوه ينزل كده حد من اخواته او قرايبه ينزلوا في الشارع في ماتش الاهلي ويشوفوا الانديه ويشوفوا كافيهات ويشوفوا الانديه ويشوفوا كل مكان، حتى الناس اللي في البيوت لما النادي الاهلي بيجيب جول بيحصل ايه في الشارع. نعم. وده مش في القاهره، في معظم محافظات مصر. المسؤوليه دي تحتم عليك كامانه كشرف ان انت تحافظ على نفسك. لو هناك صاحب بيقول لك تعالى نسهر بلاش، تعالى نلعب كره خماسي بلاش، اخد الراحه الكامله جوه بيتي مع اسرتي، بنام النوم في امانه في النوم في الـ في الـ في اتقان العمل في عدم الانانيه. انتوا بتسعدوا 90% من جمهور مصر، مش جمهور مصر بس، الجمهور المصري
والعربي اللي موجود في افريقيا واللي موجود في البلاد العربيه واللي موجود في اوروبا، انتوا بتخلوا الناس دي تنام في منتهى السعاده وبتفضل سعيده للماتش اللي بعديه. أوكي. تفضل اربع خمس ايام في منتهى السعاده علشان انتوا اسعدتوهم في من خلال مباراه. اي لعيب بيأثر او ما بيأديش الواجب بتاعه او ما بيأديش بالروح، الكاميرا كابتن اسلام لما بتيجي على وجه لاعب واللاعب ده مثلا بيضيع فرصه وبعدين ما بحسش زي كده لاعب التنس لما بيغلط في كوره تبص تلاقيه بيراجع نفسه وبيحمس نفسه علشان يرجع تاني. عايز الكاميرا كده لما تيجي احس ان انا كلاعب فعلا مقدر ان هناك جماهير كبيره جدا بتساندني ومعايا، اراعي ربنا في النعمه دي. النعمه دي النادي الاهلي هيفضل ياخد بطولات ليوم القيامه. فانا عايزك لو تكرمت الاهلي قطر ماشي، هتركب في القطر وتوصل للمرحله ولا هتنزل وفي غيرك والقطر البطولات هيمشي وانت اللي هتنزل؟ رجاء انتوا كلاعبين الشهر والست ايام او سبعة ايام اللي جايين من فضلكم البطولة الدوري ما تطلعش من دولاب النادي الاهلي باذن الله تعالى، وكاس مصر نعوضه الفتره اللي جايه الكاس الجديد ان شاء الله، علشان دي مسؤوليه لكل لاعب. ما اشوفش لاعب اناني، تعاون مع زميلك، تغطي على زميلك لو زميلك غلط انت اقف معاه وساعده، الروح القتاليه تبقى موجوده وتنفيذ واجبات المدرب، وان شاء الله موفقين باذن الله تعالى. كابتن ماهر، يعني بقول للمنظومه ككل بقى مجلس اداره، طبعا الثقه اللي بيعطيها للعيبه كابتن محمود الخطيب اللي مساندهم بشكل كبير جدا والدافع اللي ظهرهم، نفس كلام الثقه دي بتوصل للجهاز الفني مستر ريكاردو، كابتن الخطيب ومجلس ادارته مدين له ثقه بشكل كبير جدا ان هو يشتغل وياخد ويبدا يحط بصماته خلال الفتره اللي جايه. بقول بقى للاعبين طبعا يعني انتوا اهم عنصر في المنظومه، انتوا اللي بتحققوا البطولات وتكتبوا اساميكم في تاريخ النادي الاهلي، وراكم جماهير عظيمه، جماهير النادي الاهلي اللي هي بصراحه النهارده انا بحييها اسلام طوال المباراه بتنادي على كل لعيب من الدقيقه 1 للدقيقه 90، وجماهير النادي الاهلي يعني طول عمرها عارفه زعلانه من اللعيبه، لكن عارفه ان اللعيبه دي ياما فرحتها وياما اسعدتها بالبطولات، فبتبقى زي ما بنقول لما بتوصل للقمه القرف بينزل بيك شويه، فعلا نزل بينا شويه، لكن احنا قادرين، عندنا من امكانيات مجلس اداره على اعلى مستوى، عندنا جهاز فني على اعلى مستوى، عندنا لعيبه على اعلى مستوى، عندنا جماهير افضل جماهير موجوده في افريقيا وفي العالم العربي. فبقول بالتوفيق ان شاء الله لمنظومه النادي الاهلي باذن الله اللي جاي احسن يا اسلام، احسن من اللي فات، ولازم ننسى اللي فات بقى. نعم. ونبدا صفحه جديده ان شاء الله باذن الله، اللعيبه دي باذن الله هتمتعنا خلال الفتره اللي جايه، وباذن الله زي ما نقول عندنا بطوله الدوري العام ان شاء الله ما تخرجش من النادي الاهلي، عندنا سوبر ان شاء الله ما يخرجش من النادي الاهلي، عندنا كاس مصر الجديد ان شاء الله، عندنا ثلاث بطولات باذن الله، تحدي واصرار من لعيبه النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي ان شاء الله نحققهم بشكل كبير جدا، ونفرح كل جماهير الاهلاويه في كل مكان. في نقطه كابتن بيقال ان النادي الاهلي ما خدش حاجه السنه دي، النادي الاهلي واخد بطولتين، واخد البرونزيه وواخد السوبر من الترجي من الرجاء، المنافس واخد بطوله واحده كاس مصر، ونادي الكاس القديم كمان الكاس القديم لسه الجديد، انما الاهلي واخد النادي الاهلي واخد بطولتين لسه ان شاء الله، واخد السوبر الافريقي وواخد برونزيه كاس عالم، فياخد بطولتين واظن يعني يعني واخدين بطولات، يعني ما احناش فاضيين السنه دي يعني. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عادل، شكرا لك معانا، شكرا جزيلا يا كابتن ماهر. انا عجبني جدا الحقيقه حاجه منزلها احمد سيد زيزو، هو ده اللي احنا دايما بنتكلم عليه، احمد سيد زيزو لاعب نجم نادي الزمالك. الحقيقه النهارده انا شفته منزلين صوره كده الحقيقه ما بينه وما بين ياسر ابراهيم وعاملين عليها كوميكس كده الحقيقه مش لطيف. وصلت لاحمد سيد زيزو، نزلها على صفحته اعتقد او اتعمل له عليها منشن كتير، فاحمد سيد زيزو نزل اعتذار واجب لواحد من الناس اللي انا بعزاه جدا ياسر ابراهيم عن الصوره اللي نزلت، انا بحترم وبقدر ياسر جدا، المنشن كانوا كتير جدا وما خدتش بالي خالص من الصوره، شكرا جزيلا. الحقيقه هو دي الروح اللي احنا عايزينها تسود دائما ما بين لعيبه الاهلي وجمهور الاهلي وجمهور الزمالك الحقيقه، لانه في النهايه اللي حضراتكم شايفينه ده هو الاساس اللي بنبني عليه. احمد سيد زيزو
بيلعبوا مع بعض في منتخب مصر سواء احمد او ياسر، وبالتالي هو شاف ان جاله منشن كتير على صور معينه فاعتذر على الهواء مباشره او على انستجرام يعني مش على الهواء مباشره. اعتقد ان دي شيء جيد جدا جدا من احمد سيد زيزو، وياسر ابراهيم يستحقها بالفعل لانه من اللعيبه المحترمه جدا والمؤدبه جدا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله حلقه جديده من البيت الكبير غدا في تمام الساعه 11 ان شاء الله بعد نهايه حلقات ملك وكتابه. اشكركم واشوف حضراتكم.